بصمة الحج للأسف هي طبعا هي قواعد وقوانين في المملكة العربية السعودية، نتيجة مخالفات قد تكون مقصودة قد تكون غير مقصودة من عدد من المصريين، ومش المصريين بس، مصريين وعدد كبير من الجنسيات، الناس اللي بتروح تحج والمفروض انها يعني ترجع خلاص، يعني ما تقعدش فترة معينة، ولكن هم اعتقد بيطولوا الفترة، او يعني بيكونوا مخالفين بشكل ما للقواعد في المملكة العربية السعودية. اللي بيحصل انه في على المنافذ بيتم اخذ بصمتهم، البصمة بقى بتؤدي الى انه بيدرجوا في المخالفين، وبعد ما بيدرجوا في المخالفين ده بيترتب عليه ان ولادهم ما بيخشوش المدارس، اقامتهم ما بتتجددش، بيحصل لهم مشاكل اخرى كثيرة جدا. الحقيقة ان دي أزمة لكثير من المصريين، وأيضا لجنسيات أخرى كثيرة. احنا كنا استضفنا الوزيرة نبيلة مكرم، وكان الرئيس كلفها شخصيا بمتابعة هذا الملف. اتصلنا بيها، قالت لسه ليس لدينا جديد في هذا الملف. اتصلنا أيضا بالسفير عادل الألفي قنصل مصر العام في جدة، وقال انه جهود القنصلية والسفارة مستمرة، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد جديد بالنسبة من الجانب السعودي انه يحدث عفو عام عن المصريين. في كلام يعني تقييم بانه اعداد حوالي 33 الف من المصريين هيعانوا من هذه المشكله، او بيعانوا بالفعل من هذه المشكله، لكن ايضا القنصل العام في جده قال لنا انه لان في موسم حج قادم، فالمملكة السعودية عايزة يعني يعدي هذا الموسم وبعدين تنظر في هذه الطلبات، لأنه تريد أنه ضبط الموسم، خاصة أنه كان في أحداث في منى العام الماضي، ولا تريد أنه يبقى في أعداد كتيرة من الأعداد المخالفة، أو من الأعداد اللي ملهاش تصريح، أو من الأعداد اللي ملهاش يعني تصريح قانونية، وبالتالي تريد أن تحكم الموسم الحج القادم، ثم بعد ذلك ربما تنظر في هذه الحالات. لكن خلونا نسمع المصريين بيقولوا ايه، ومعي على الهاتف المهندس محمد فاروق. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ لميس، ازي حضرتك؟ اهلا بيك حضرتك، تكلمنا منين؟ انا بكلم حضرتك من الرياض. من الرياض، اتفضل يا فندم، لو تشرح للناس موضوع بصمة الحج وانتوا ازاي بتعانوا من هذه المشكلة. اولا بشكر حضرتك على فتح هذا الملف يا استاذ لميس، وبشكر القناة المحترمة. موضوع بصمة الحج يا استاذ لميس موضوع يعني احنا اتظلمنا فيه، يعني عدد كبير جدا من المصريين اتظلموا فيه، وفي ناس اكون صريح مع حضرتك يعني طلعوا مخالفين، ولكن في ناس كتيرة جدا انضحك عليها من الحملات الوهمية ووعدونا بتصاريح اثناء فريضة الحج، وحجزنا من مكاتب واخدوا فلوس، واتضح لنا في الطريق ان هم ما طلعولناش تصاريح، وقالوا هندخلكم وما تخافوش وما تقلقوش وكل حاجة، واحنا ماشيين على الطريق حضرتك لما وصلنا لنقاط السير الكبير الشرطه وقفتنا وسالت عن التصاريح، المندوب عن الحمله طبعا اتصدم بالواقع وقال لهم ما معناش تصاريح، احنا اللي اتحطينا في المشكله، والشرطه اخذتنا على مراكز الشرطه وبصمونا بصمه كمبيوتر وقالوا لنا البصمه دي مش هتعمل لكم اي حاجه قوانين الحج دي عدد الحصر العدد. في عساكر تانية بتقول دي ولا تعمل لكم اي حاجه علشان وهتتسجل بس عليكم، علشان لو حاولت ترجع تاني تحج من غير تصريح في الحاله دي نرحلك. وانضحك علينا طبعا، طلع طبعا ان هذه البصمه لها توابع يعني فتره طويله من التفصيل. يعني انا شخصيا نزلت عليا بعد سنه كامله من تفصيلي، جيت اجدد الاقامه بعدها ما عرفتش اعمل اي حاجه. دلوقتي انا معايا اولادي في المدرسه حضرتك، لسه شهرين فقط على دخول المدارس، الاقامه بتاعتي منتهيه بقالها سنه. تمام؟ دلوقتي مش هعرف ادخلهم المدرسه، لان طبعا مع دخول المدارس كل طفل بيودي اقامته، لان هو طبعا بالتالي طالع له اقامه بناء على ان انا مقيم، ابوه مقيم. فبيقدم اقامته واقامه ابوه واقامه والدته، فطبعا كل الاقامات منتهيه، مترتبه على انتهاء اقامتي انا. فهيترفض دخول المدرسه. احنا هننتظر لحد امتى يا استاذ لميس؟ الحكومه معلش سامحيني على هذا الكلام بدون اي مهاجمه لاي احد. احنا هنفضل لحد امتى مهانين كده المصريين في الخارج اللي هم اصلا ما لهمش اي حقوق؟ يعني
يعني في بلدهم وسايبين بلدهم وسايبين أهليهم وسايبين كل حاجة وطالعين من بلدنا علشان نجيب فلوس لأولادنا ونعيش أولادنا عيشة كريمة. بس الحقيقة يعني معلش يا أستاذ فاروق، معلش يا أستاذ فاروق، دي مش مشكلة، معلش بس يعني دي مش مشكلة مصر بس، دي مشكلة كل المخالفين للقواعد في المملكة العربية السعودية. احنا نضحك علينا، احنا ضحية، احنا ضحية يا أستاذ رميس، احنا ما عملناش حاجة، يعني احنا ضحايا، احنا ما عملناش أيوة. حاجه. فالحكومه هنا بتحاول كل ما نكلم الوزيره بتقول لنا ان شاء الله خير، لانها ما وصلتش لسه الحل، بس فقط لا غير. طيب عموما احنا سمعنا كلام حضرتك، بس الرئيس السيسي كلفها رسمي بحل المشكله، وهي بتحاول الحقيقه. ما تجيش بوفد رسمي من الحكومه ومن اعضاء البرلمان ويجوا ينشدوا الملك سلمان ويجوا ينشدوا ولي العهد وزير الداخليه بحل المشكله. احنا اخوات ودول اولادكم ودول ضحايا. هم ما غلطوش، احنا ما عملناش جريمه يا زلميز. ده كل المشكله، ان احنا رايحين نحج بيت الله. الناس هنا المجرمين والناس القتالين والناس اللي بيسرقوا بيتعمل عليهم عفو في رمضان. احنا ضحايا لحملات الحج. طيب. ما احناش سارقين ولا ناخدين يا استاذ لميس. حاضر يا استاذ فاروق. عموما رسالتك وصلت. انا بس استاذ لميس انا مش عارف اخرج من بيتي يا استاذ لميس. انا مهند ان انا ماشي في الشارع يا استاذ لميس، الشرطه تمسكني وتفحلني، الترحيل في انا اتحط الحديد في ايدي واتحط الحديد في رجلي، كل ده علشان ان انا رايح احج يا استاذ لميس. طيب. احنا سمعنا طبعا وجهه نظرك، لكن الحقيقه انه كمان لازم نحترم قواعد البلاد اللي احنا فيها. ممكن يكون في عدد من الناس ضحايا لشركات حج داخليه ما ادتهمش تصاريح او ما طلعتش تصاريح وبالتالي اتنصب عليهم، لكن في قواعد لكل بلد احنا عايشين فيها، يعني خارج مصر كل بلد بنعمل فيها في قواعد ولازم نحترم هذه القواعد. لكن على الجانب الاخر أنا معلوماتي إن الوزيرة نبيلة مكرم وكل الحكومة بتعمل جاهدة لدى الحكومة السعودية أن يصدر عفو عام، لكن الواضح إنه الحكومة السعودية متمسكة بقصة إنها تعدي موسم الحج، وأظن إن ده طبيعي إنها عايزة تعدي موسم الحج القادم. طيب مين معانا؟ مين يا جماعة؟ إلهام اتفضلي يا إلهام. أيوة أنا معاكم. أهلا بيكي، عليكم السلام، اتفضلي. ازاي حضرتك يا سيدي؟ انا مين؟ اتفضلي يا فن، اتفضلي. الحمد لله. انا من ضمن الناس اللي متضرره جدا يا استاذه لميس من موضوع بصمه الحج. انا عندي 5 ولاد يا استاذه لميس اتحرموا من الترم الثاني كله. طيب الهام، انت حجيتي وانت عارفه انك بتحجي بدون تصريح؟ لا 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 لا، مش انا يا استاذه لميس، ده زوجي هو اللي راح، وكان حاجز حمله احنا في المنطقه الجنوبيه، وكان حاجز حمله من داخل مكه على اساس رخيصه. حاجز حمله وهيروح يستلم التصريح من داخل مكه، وبعدين اكتشف انه لا تصريح. لا مش اكتشف، ان هو اصلا راح الطايف يا استاذه لميس، مسافرين من الطايف ورجعوه، بصموه ورجعوه. لا هو اللي راح استلم تصريحه من المكه، ولا هو اللي حج اصلا، واولادي وقعدوه من الشغل بتاعه الترم الثاني كله يا استاذه لميس. واولادي 5 والله، انا عندي بنتي الكبيره اولى ثانوي قعدت الترم الثاني، انا اولادي عمالين مشيليني همهم، بنت في اولى ثانوي وبنت في اولى اعدادي وبنت في وولد في سته ابتدائي، يعني اتخرموا كلهم، وبنت في رابعه وولد في تمهيدي. طيب يعني اعتقد ان صوتك وصل. احنا كل اللي احنا عايزينه يا استاذه لميس التدخل الرئيس السيسي بتليفون بزياره رسميه باي حاجه. الوزيره احنا مش بنقلل من جهود اي، بس انت حاسه ان الموضوع محتاج اهتمام اكبر شويه. شكرا يا استاذه الهام. طيب خلونا نشوف مقطع من اللي قالته الوزيره لما كنا مستضيفينها حوالي من 3 اسابيع تقريبا، كانت ضيفتنا الوزيره نبيله مكرم، قالت ايه عن ازمه بصمه الحج و يعني الاجراءات والجهود اللي بتحاول ان تقوم بها. ك
كميه اسئله جات لي من المملكه السعوديه عن بصمه الحج مره اخرى اللي كانت اجابت عنها الوزيره في بدايه هذه الحلقه. ناس كلها بتسال يا سياده الوزيره طب هيعمل ايه؟ هنتخرب بيوتنا؟ في عفو قريب ولا لا؟ انتوا هتعملوا ايه؟ الموضوع ان احنا مخالفين وبالتالي احنا بنحاول ان احنا يعني ندعو المملكه سلطات السعوديه في يعني العفو على هؤلاء المواطنين. احنا عندنا عدد قد ايه تقريبا؟ 5167. طبعا في اسر وفي مستشفيات وفي مدارس وفي جامعات الناس مش عارفه تعمل اي حاجه بدون تجديد اقامتها لان هم عندهم قرار بالابعاد. يعني دول دخلوا؟ لا دول مقيمين داخل المملكه. من حقه كل 5 سنين ان هو يروح يحج. هو راح حج بدون تصريح. بدون تصريح. فهو طالع في الاتوبيس الامن في يعني نقاط امنيه بتفتش مين معاه تصريح مين معهوش. كل اللي معهوش بيرجع عن الحج انما بياخد بصمه الحج. بصمه الحج دي معناها الترحيل. بيقعد في المملكه ولكن يجي يعمل اي حاجه داخل المملكه ما بيقدرش وبيتقال له انت لازم تترحل. طب فالسلطات المصريه بتحاول انها مع السلطات في السعوديه في قبل مقابله الرئيس النهارده كان في جهود الحقيقه مع المسؤولين السعوديين لاحتواء الموقف واصدار هذا العفو. كنا املين انه في شهر رمضان الكريم وبعدين بعد كده العيد ان يصدر هذا العفو. فلسه لغايه دلوقتي ما صدرش اي حاجه. النهارده عرضت على سياده الرئيس المشكله كلها بكافه ابعادها ووجهني وكلفني باتخاذ ما يلزم نحو هذه التسويه وان شاء الله هيكون في زياره قريبه للمملكه عشان نحلها باذن الله يا رب. اذا لسه الزياره ما تمتش. اتصلنا بالوزيره نبيله مكرم. لسه في نقاشات مع السلطات السعوديه. يعني نتمنى ان السلطات السعوديه تتفهم ده. بس كمان على الجانب الاخر علينا ان نحترم قواعد الدول التي نعمل بها ونعيش بها. الرقم زي ما قالت الوزيره 5167 مصري. طيب هشام اتفضل يا هشام. استاذ هشام السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم اتفضل. استاذ لميس كل التقدير والاحترام لبرنامجك المحترم. اشكرك وشكرا ليك على مناقشه هذا الموضوع. يعني اتفضل يا والله الموضوع هنا بالنسبه لنا صعب جدا جدا يا استاذ لميس. كاننا مجرمين مطاردين في البلد. انا اتقدمت في مكتب. انا في جده اساسا ساكن في جده. اتقدمت لمكتب عشان اخذ التصريح بتاعي ودفعت فعلا 3000 ريال وجئنا على مدخل مكه نفس القصه نفس الحوار. اتنصب علينا عمليه نصب ممنهجه فعلا. يعني من قلت وقالت خد اتفضلوا بصموا يا جماعه طب الفلوس بتاعتنا راحت الفلوس بتاعتي. نزلت مصر اجازه ورجعت ثاني طبعا مع الاقامه عادي مفيش مشكله. اقامتي ساريه وجددت الاقامه مفيش مشكله عادي تمام. ففجاه جاي عشان جدد الاقامه ثاني طبعا معايا اسرتنا معانا اولادنا والمدارس طبعا الحاله صعبه يعني تمام. طيب هل بلغتم عن هذه المكاتب اللي خلتكم تحجوا بدون تصريح؟ هل بلغتوا السلطات؟ مع احترامي ليك يا فندم الكلام ده وقعت عليه حوالي سنه فقالوا لي ما فيش اي يعني حوالي سنه ونص لاني جددت الاقامه بتاعتي وخلاص. قلت خلاص ما فيش مشكله عادي الله يعوض علينا في المبلغ اللي احنا دفعناه تمام. افاجئ بعد سنه ونص بيقول لي عليا بصمه حج. طب اجيب من فين المكتب واجيب من فين الايطال واخد بالك واجيب من فين الحاليه ثاني؟ طب يعني انا والله ما انت عارف اعمل ايه. طبعا بصمه المشكله دي مش يعني. مشكله مصريين بس يا استاذ هشام مش كده مشكله كل الجنسيات. طب انا والله يعني والله ما احنا عارفين نعمل ايه يا فندم. وضعنا سيء جدا يعني واخد بالك مش يرضيك يعني واخد بالك حريم لا يبقى فيديهم الكلبشات عشان بصمه حج يعني. ما يرضيش ربنا قسما بالله يعني. يبقى حريم شكرا يا استاذ هشام. يعني انا فاهمه طبعا مقدره حال الناس هناك ومره اخرى السلطات السعوديه وعدت بدراسه الموقف لكن زي ما قال لنا السفير عادل الالفي انه يعني ليس هناك قرار نهائي حتى الان لانه الجانب السعودي يركز في اهتمامه على انجاح الموسم الحج القادم خاصه بعد احداث منى وانه التزاحم احداث منى كان بسبب التزاحم الرهيب اللي كان موجود والاعداد اللي بقت غفيرة جدا في الحج ففي محاولة لتقليل هذه الأعداد بالانضباط والانصياع للقانون. فنرجو أن احنا يا جماعة المصريين في الخارج أرجوكوا يعني تحروا الدقة في الشركات اللي بتطلعوا بيها الحج. لو حجيت من 5 سنين ما تقدرش تحج تاني قبل ما يمر 5 سنين. نرجو أن كمان احنا ننضبط وألا نكون مخالفين لأن لما بتكون مخالف بيكون الالتماس صعب. يعني بيكون الالتماس خاصة احنا بنتكلم في 5000 واحد فبيكون الالتماس صعب.
على الجانب الآخر نرجو من حكومتنا أنها يعني تبدي اهتمام وأنها تستمر في اهتمامها كي ننهي هذه القضية. الحية 5000 مصري معهم أسر، ولاد مش عارفين يخشوا المدارس، إقامات مش عارفة تتجدد، يعني في مشاكل كتيرة الحقيقة، فنرجو أن احنا نصل إلى حل. وأنا حبيت أن احنا نسمع صوت المصريين، قضية شغلة يعني هو 5000 مصري، فحبيت أن احنا نسمع صوتهم يعني لكي نكون بجوارهم في هذه الأزمة.